نبدأ وقبل أن ننهي جلسة الافتتاح، أعطي الكلمة لأخي العزيز العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز، فليتفضل. العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين فخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان للجمهورية التركية، معالي الأهم معالي الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أتقدم ببلغ الشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة حكومة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاستضافتها القمة الإسلامية 13، وعلى حسن الاستقبال والتنظيم، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للجمهورية العربية على ما بذلته من جهود مميزة خلال رئاسة مصر للدورة السابقة، والشكر موصول للأمين العام للمنظمة وكافة العاملين فيها على ما يبذلون من جهود مميزة. يا أخوة الكرام، إننا مطالبون بمعالجة قضايا الأمة الإسلامية، في مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقا لمقررات جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية. في الشأن اليمني، ندعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات التي تعقد في الكويت تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216. إن واقعنا اليوم يحتم علينا الوقوف معا أكثر من أي وقت مضى لمحاربة أفة الإرهاب حماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرضها، والهادف إلى إخراجه من منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيشون في الأرض فسادا باسم الدين اللي هو منهم براء. وقد خطونا خطوات جادة في هذا الاتجاه بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 39 دولة، تنسيق كافة الجهود خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية تتماشى كل مع مبادئ المنظمة وأهدافها. إنما يتعرض على الإسلامي من صراعات وأزمات تمثل في التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية، وجاءت الفتن والانقسامات إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام الميليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا، لغرض بسط النفوذ والهيمنة، يتطلب وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلام في العالم الإسلامي. وفقنا الله جميعا إلى كل ما نصل إليه، ونتطلع لبلوغه من التضامن والتعاضد بما في خير أمتنا وشعوبنا. عاونا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.